بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بصدق وإخلاص إلى يوم الدين. ومع الدرس 14 من دروس فقه الزكاة في المذهب المالكي، في هذه الحلقة أتناول زكاة عروض التجارة. يقول ابن عاشر رحمه الله في منظومته الشهيرة: والعرض ذو التجريوادين ومن آدار، قيمتها كالعين ثم ذو احتكار، زكى لقابض ثمانين أو داينين، عينا بشرط الحول للأصلين. تعرض الناظم رحمه الله في هذين البيتين لزكاة عروض التجارة وزكاة الدين. وعروض التجارة تنقسم إلى قسمين، أو هي نوعان: عروض قنية وعروض تجارة. أولا عروض القنية. عروض القنية هذه لا زكاة فيها، هي ما يستعمله الإنسان في حياته العادية، في حياته اليومية، مثل الفرس، مثل فرسه وسيارته ودراجته وأثاثه وفراشه إلى غير ذلك. هذه الأمور التي يستعمل الإنسان في حياته اليومية، هذه لا زكاة فيها، بدليل الحديث دي سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة. ثانيا عروض التجارة، وهذه العروض، عروض التجارة التي هي عند التاجر يبيعها يعني يوميا، هذه فيها الزكاة، بدليل قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وهذه العروض هي نوعان، هناك عروض تجارة ويسمى صاحبها يعني مديرا، وعروض احتكار ويسمى صاحبها محتكرا. أولا عروض التجارة، أولا عفوا التاجر المدير، التاجر المدير وهو الذي يعرض سلعته للبيع يعني يوميا ويقنع بالربح القليل، تيفتح المحل ديالو ولا يمشي للسوق واللي جاب الله في ذاك النهار كيقنع به، بل ربما قد يبيع برأس المال، رأس المال السلعة ديالو، يبيع السلعة برأس مالها، فهو لا ينتظر غلاء الأسواق ولا ينتظر ارتفاع الأسعار وارتفاع الأثمان، وهذا تجب عليه الزكاة كلما مر عليه الحول. ملي كمر العام خصو يجمع ديك العروض كلها ويقومها ويخرج من قيمتها الزكاة، يقوم ديك العروض اللي عند هذيك السلعة اللي عنده كاملة ويخرج منها الزكاة، بدليل حديث سمرة بن جندب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعد للبيع. ثانيا التاجر المحتكر، التاجر المحتكر وهو الذي يمسك السلعة، اسم لا مسمى، يحتكر السلعة أو يمسكها حتى يعني ينتظر يعني غلاء الأسعار وينتظر ارتفاع الأثمان، يعني لا يبيعها ولو بقيت عنده عواما عديدة، كتبقى عنده مثلا 4 سنين 5 سنين حتى 10 سنين، هذا لا تجب عليه الزكاة حتى يبيعها العام اللي غادي يبيع ديك السلعة، ثم تجب عليه الزكاة ويزكي لعام واحد فقط، ذاك العام التالي، وخا تبقى 10 سنين عنده، العام التالي ذاك هو العام اللي غادي يزكي فيه. وفي هذا يقول القاضي عبد الوهاب رحمه الله، يقول: لأن ذلك مبني على وجود الاعتبار بأن يكون أصل العرض عينا. قضية أخرى تتعلق بالتاجر المحتكر وهي دينه، دين المحتكر، بمعنى ديك الفلوس اللي مسلفها للناس، ولا ديك السلعة اللي راه مسلفها للناس، فوقاش يخرج عليها داك الدين، فوقاش يخرج الزكاة ديالو. إذا دين المحتكر مثله مثل عروض التجارة، أي عروض التجارة ديالو فوقاش يزكيها حتى كيبيعها، كذلك الدين حتى يقبضه، يعني لا تجب فيه الزكاة حتى يقبضه.
فاذا قبضه تيقبض داك الدين كيقومه لعام واحد العام التالي ويخرج منه الزكاه، وان بقي عند المدين اعواما يعني كثيره لا يزكيه الا في العام الاخير، يعني لا تجب فيه الزكاه الا لعام واحد بشرط مرور الحول الاصلي اللي هو الاصل ديال داك الدين اللي هو العام الاخير. وهذا معنى قول الناظم رحمه الله ابن عاشير: والعرض ذو التجري ودين من اضر قيمتها كالعين ثم ذو احتكار زكى لقبض ثمن او داين عينا بشرط الحول للاصلين. اذن هذا ما يتعلق بعروض التجاره، وهي عروض نوعان: عروض القنية وعروض التجارة، ثم حكم التاجر المدير والتاجر المحتكر. نسأل الله أن يعلمنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضاه، والحمد لله رب العالمين.